الجزء الثاني في دراستنا للثوراكس هي الثوراسيك كافيتي. الثوراسيك كافيتي لو كونتينتس تشمل الكونتينتس اوف ذا ثوراسيك كافيتي تو لانجز انكلوزد بداخل دبل لاير ده من برينا الساك اسمها بلورا، والتو لانجز سيبريتد عن بعضهم بسيك بارتيشن يعرف باسم الميديا ستاينم، مكونا من جروب اوف ستراكشرز اهموم الهارت وما يلتحق به من بلود فيزلز وتيوبس. ده دياجرام صوره للثوراسيك كافيتي بعد ما شلنا الانتيريور ثوراسيك وول. ادي الانتيريور ثوراسيك وول ومتشال، وادي هنا الرايت لانج ودي الليفت لانج، كانوا انكلوزد وشلنا كمان البلورا وكانوا سيبريتد عن بعضهم بالميديان سبتم او ميديان بارتيشن اللي اسمه الميديا ستاينم، اللي كان اكبر استراكشر فيهم اللي هو الهارت وما يلتحق به من بلد فيزلز وتيوبس. دي كانت الكونتينتس اوف ذا ثوراسيك كافيتي. هنبتدي باول كونتينت فيهم اللي هي البلورا. البلورا اعرفها اقول ان دي عبارة عن دبل وولد ممبرينس ساك سراوندينج ذا لانج. دي اللانج دي دولت تو لانجز داخلة فيهم التراكية بالتو برونكاي. اللانجز محاطة بدبل لايرد اوف ممبرينس ساك اسمها البلورا، لا طبقة خارجية ناحية برة اسمها برايتا البلورا، وطبقة داخلية لازقة على اللانج تيشو اسمها فيسرال بلورا. الطبقة الخارجية اللي هي برايتا البلورا بتعمل لايننج للثوراسيك وول، اما الطبقة الداخلية اللي هي الفيسرال بلورا عاملة كفرنج للانج تيشو. بتوين ذا تو لايرز اوف ذا بلورا، البرايتال من بره والفيسرال من جوه، هنجد هذا الكافيتي اللي لونه بامبي اللونه رصاصي لبني اسمه بلورال كافيتي. البرايتال بلورا لها اربع اجزاء اساسيه. اول جزء اسمه سيرفايكال بارت. السيرفايكال بارت اوف ذا برايتال بلورا هو الابر بارت اللي مغطي الابكس اوف ذا لانج وعامل بروجكشن بداخل الروت اوف ذا نيك، كان بيمر من قدام الفيرست ريب وبيعدي عليه من وراه، بيعدي من عليه ثلاثه استراكشرز هما ستيلت جانجليون سوبيريور انتركوستال ارتري والفيرست ثوراسيك نيرف، اللي هي الاستراكشرز اللي ماشيه على الابر سيرفيس اوف ذا نيك اوف فيرست ريب. الجزء الثاني من السيرفايكال بلورا هو اللاترال بلورا. يبقى انا عندي الابر بلورا، ابر بارت اوف بارايتال بلورا اللي هو السيرفايكال. طب اللاترال بارت اوف بارايتال بلورا اسمها كوستال بلورا. ليه سموها كوستال؟ كوستال هي اللاترال بارت، واللاترال بارت هو الثوراسيك وول، والثوراسيك وول زي ما احنا عارفين معمول بجزء كبير منه بالريبس او الكوستي، فيسموا الجزء من البارايتال بلورا اللي عامله لايننج للثوراسيك وول المصنوع بالريبس او الكوستي يسموه كوستال بلورا. البلورا الثالثه او الجزء الثالث من البارايتال بلورا نايم ريستنج اوفر ذا دايفرام فيسموه دايفراماتيك بلورا. اما البلورا الرابعه اللي هو الميديال بلورا اللي كانت بتواجه السوفت تيشو ستراكشرز اللي كان بتوين التو لانجز وبعضها فيسموها ميديا ستاينال بلورا. دي الاربع اجزاء الاساسيه للبرايتال بلورا. طيب اتبقى لنا جزء نقول فيه ان البرايتال بلورا بتكون كونتينيوس مع الفيسرال بلورا عند البوردرز اوف ذا لانجز. مكان الكونتينيويشن هو مكان ريفليكشن بتتقلب فيه البرايتال بلورا وتتحول الى فيسرال، تتحول لتتصل بالفيسرال بلورا. اماكن انقلاب البرايتال بلورا لاتحادها مع الفيسرال بلورا يسموها بلورال ريسيسز. اذا البلورال ريسيسز هي سايتس اوف ريفليكشن اوف برايتال بلورا انتو فيسرال بلورا. اين توجد؟ توجد عبر ثلاث مناطق، عبر ثلاث ثري بوردرز. ادي البرايتال والفيسرال بلورا مكان بيتقابلوا مع بعض في ثلاث جيوب. جيب امامي
الجيب الامامي ده يوجد along the anterior border of the lung and the anterior border of the pleura. فنجد جيبنا داخل لجوه. الجيب ده هيسموه ايه؟ هيسموه الجيب الواصل من البلورا اللي جاي من على الكوستال سايد للميدياستاينال سايد. فدي كوستال بلورا ودي الميدياستاينال بلورا، فيسموا هذا الجيب كوستو ميدياستاينال ريسس. ريسس يعني جيب. طب هناك جيب وراني، دي الكوستو ميدياستاينال ريسس توجد along the anterior border of the lung او بلورا. طيب الريسس الثاني بيسموه اسوفجيال ريسس، باين في الرسمه هنا، ده عباره عن التقاء البرايتال بلورا بالفيسرال بلورا، بيحصل في ريفليكشن للبرايتال بلورا تعمل جيب خلفي اسمه اسوفجيال ريسس، يوجد along the posterior border of the lung and the بلورا وبجانب الاسوفجس، اللي الاسوفجس كان ماشي في هذه المنطقه. اما البلورا الثالثه اللي هي تحت ما تبانش في الرسمه لها انفيريور، فمكان انقلاب البلورا من الكوستال سايد الى الديافراماتيك سايد فيسموها كوستو ديافراماتيك ريسس. هذا الجيب يوجد along the inferior border of the lung and بلورا، يسموا ديت البلورال ريسيسز. السيرفيس اناتومي اوف ذا بلورا، هنستعرض ازاي نخطط البلورا من على الثوراسيك كيج. ده الثوراسيك كيج مانوبيا مسترناي بود اوف ستيرنم زيفويد بروسس. ادي الفيرست ريب وادي الكلافيكال كانت مدريه على الفيرست ريب، ثم السكند ريب، فالثيرد ريب لحد الاخر، لحد ما نوصل للريب هنا العشرة، مش رسمين الريب ال11 وال12. الرايت بلورا هنمثلها بشكل هنرسمه طبقا لوجود معايير ثابته. ايه المعايير الثابته ديت؟ وجود تو ايميجينري لاينز يمشوا اكروس ذا ميد بوينت اوف ذا كلافيكل من فوق لتحت. هذا الايميجينري لاين يسموه ميد كلافيكولار لاين. انا عندي واحد رايت ليفت وادي عندي واحد رايت. انذر تو لاينز يمشوا اكروس زي اكزيلا، منطقة الاكزيلا الى الابط، يسمى اكروس زي ميد بوينت اوف اكزيلا فيسموها ميد اكزيلاري لاين. الرايت بلورا، الرايت بلورا هتمثل بثري بوردرز يوصلهم من ثري نقط. اول نقطة اللي هي نقطة الابيكس اوف ذا بلورا من فوق خالص من هنا، اللاين الاولاني اللي نازل منها هو يمثل الانتيريور بوردر لحد ما يقف هنا. الابيكس اوف ذا بلورا من النقطة الأولى اللي هي نقطة واحد، تقع هذه النقطة 1 انش 1 اند هاف انش ابوف ذا ميديال ثيرد اوف ذا كلافيكل. طيب هتنزل الانتيريور بوردر اوف ذا بلورا، هينزل داون ووردز اند ميديلي بيهايند ذا ستيرنو كلافيكولار جوينت حتى يصل لبيهايند لنقطة تقع بيهايند ذا ستيرنال انجل، ثم يكمل الانتيريور بوردر ينزل فيرتيكالي behind the body of the sternum حتى يصل لنقطة، هذه النقطة تناظر corresponds to the level of the six rib ويقف الانتيريور بوردر لحد هنا. اما الانفيريور بوردر of the pleura فهنمثلها بimaginary line، هذا اللاين يمشي circular course من قدام لورا، هيمشي من قدام من عند مستوى، هيمشي from behind the sternum، هيمشي forwards and laterally، هيمشي laterally، هيقطع الميد كلافيكولار لاين عند الايتس الرب التامنة، ثم يلف laterally يقطع الميد اكزيلاري لاين عند الرب العشرة، ثم يلف backwards حتى يصل لمستوى التويلفس ثوراسيك سباين، سباين of the 12 12 ثوراسيك فيرتبرا. ده يمثل الانفيريور بوردر اوف ذا بلورا. اما البوستيريور بوردر اوف ذا رايت بلورا فهي لاين ايميجينري، هيمشي ابوردز اند فيرتيكالي فروم ذا سباين اوف ذا ليفل اوف سباين اوف ذا 12 ثوراسيك فيرتبرا على الباك لحد ما يطلع يقابل نقطه الايبكس. يسموا ده السيرفيس اناتومي of the right pleura. طب ماذا عن surface anatomy of the left pleura؟ ايضا هنمثلها في صورة 3 lines. 3 lines هيوصلوا 3 نقاط ببعض. اللاين الاول يمثل الانتيريور border of the left pleura، اللاين الثاني الانفيريور border of the left pleura، اما اللاين الثالث فهيمثل البوستيريور border of the left pleura.
الانتيرور بوردر اوف ذا ليفت بلورا هيمشي 1 اند هاف انشز اباف ذا ميديال 1 ثيرد اوف ذا كلافيكل، هينزل داون ووردز اند ميديالي بيهايند ذا ليفت سترنو كلافيكولار جوينت حتى يصل لمستوى الاسترنال انجل، ثم ينزل فيرتيكالي. هينزل فيرتيكالي، لاحظ هنا في الرسمه، هيصل لمستوى الفورس كوستال كارتليج ويبتدي يقف ويعمل ديفييشن، وديفييشن عشان يقلب كيرفس لاترالي، يتحول لاترالي علشان يصل الى المارجن ليفت مارجن اوف ذا ستيرنم عند مستوى السكس كوست، عند مستوى اتصال السكس كوستال كارتليج بالمارجن اوف ذا ستيرنم، يخلص هنا الانتيريور بوردر ويبتدي معانا الانفيريور بوردر اللي هو السيركولار بوردر. هيبتدي من النقطه ديت عند نقطه اتصال السكس كوستال كارتليج بالمارجن اوف ذا ستيرنم ويمشي لاترالي اند داون ووردز، هيقابل الميد كلافيكولار لاين عند الرب الثامنه، ثم يلف لاترالي هيقابل الميد اكزيلري لاين عند الرب العشره، ثم يمشي باكوردز حتى يصل الى الثوراسيك سباين رقم 12، يخلص الانفيريور بوردر، ثم يبتدي البوستيريور بوردر اوف ذا ليفت بلورا، حيث ما يصعد ابوردز الى ان يلتقي بنقطه الايبكس اوف ذا بلورا من مستوى ال 12 ثوراسيك فيرت سباين اوف 12 ثوراسيك فيرتبرا حتى مستوى الايبكس اوف ذا بلورا. كده يبقى خلصنا السيرفيس اناتومي اوف ذا ليفت بلورا اند رايت بلورا. نلاحظ ان الاختلاف الوحيد كان في الانتيريور بوردر اوف ذا ليفت بلورا، لف لفه من مستوى الكوستال كارتلج رقم 4 الى الكوستال كارتلج رقم 6، وهنعرف سبب اللفه ديت ايه. نيرف سبلاي اوف ذا بلورا، النيرف سبلاي والبلات سبلاي. البلورا انا كان عندي برايتال بلورا وبتسرال بلورا زي ما قلنا. البرايتال بلورا هتاخد سنسوري انرفيشن، اما الفيسترال بلورا فهي ليس لها سنسوري نيرفس. امال ايه؟ هنشوف دلوقتي. السنسوري نيرفس اللي بتغذي البرايتال بلورا، البرايتال بلورا احنا قسمناها الكوستال والبريفرال بارت اوف دافراماتيك، وفي عندي الميديا ستاينال والسنترال بارت اوف دافراماتيك. الكوستال والبريفرال بارت اوف دافراماتيك بلورا هياخدوا نيرف سبلاي من الانتر كوستال نيرفس، اما الميديا ستاينال والسنترال بارت ياخدوا نيرف سبلاي من الفرينك نيرف، نيرف سبلاي سنسوري. اما الفيسرال بلورا اللي هي انسنسيتيف تو بين فتاخد فقط اوتونوميك انرفيشن، يعني سمباثيتك وبرا سمباثيتك. طيب البلاد سبلاي اوف ذا بلورا، انا عندي بريتال بلورا هتاخد بلاد سبلاي من الانتر كوستال ارت لناحيه بره، وعندنا الفيسرال بلورا قريبه من اللانجز فتاخد من البلاد سبلاي اوف ذا لانج اللي هو البرونكيال ارتريز. اتكلمنا على اللانج كتير بس لسه ما عرفناش ايه هي اللانج وايه هو الاناتو بتاعها. تعالوا نتعرف مع بعض على الاناتومي اوف ذا لانج، الاورجان اوف جازياس اكسشينج. انا عندي رؤوس الموضوعات اللي هتكلم بيها عن اللانج من وجهه نظر الاناتومي هي الاتي: الشيب بتاع اللنج ويشمل ايبكس والبيز والبوردرز السيرفيسز والفيشرز واللوب، ست نقاط اساسيه في الكلام عن اللنج. ناخد الرايت لنج اولا وفقا لهذا الكلام. الشيب شكل اللنج ايه؟ انا ابتديت بالرايت لنج، شكلها بيراميدال ان شيب، لها ايبكس از دايركتد ابوردز وبيز از دايركتد داون ووردز. الايبكس از دايركتد ابوردز بتمشي ورا الفيرست ريب وطلع فوق في روت اوف ذا نيك، وبيعدي عليها ثلاث ستراكشرز اللي معديين على الفيرست ريب ومعديين على البلورا، دي الايبكس. البيز از ديبلي كونكيف، ديبلي كونكيف يعني مقعره الى الداخل، مقعره بسبب وجود الرايت لوب اوف ذا ليفر من تحت الرايت، مش معظم اللوبس اوف ذا ليفر حتى، بس بالاساس الرايت لوب اللي هو اللوب الكبير قاعد من تحت الدايفرام، فضاغط على ضاغط على الانفيريور سيرفيس اللي هو البيز اوف ذا رايت لانج، وكان هو مسبب الابورد كونكافيتي، كان مسبب الكونكافيتي اوف ذا بيز. ده كان البيز اوف ذا لانج، احنا بنتكلم عن رايت لانج.
طب ماذا عن البوردرز؟ ادي عندي دلوقتي الابيكس من فوق وادي البيز من تحت. اللونج لها الرايت لونج والليفت لونج. الرايت لونج لها 3 بوردرز، ادي عندي انتيريور بوردر وبوستيريور بوردر وانفيريور بوردر. الانتيريور بوردر سين اند شارب نازل اوبليكلي، ماشي اوبليك حتى يصل لمستوى السكس كوستال كارتريج. البوستيريور بوردر سيك اند راوندد ونازل فيرتيكالي، ثم الانفيريور بوردر سين شارب اند سيركولر. طيب ده بخصوص البوردرز، هل البوردرز دي ماشيه خطوط مستقيمه؟ لا. البوستيريور بوردر بتاعنا از انتربتد، عنده نقطه تقع عند الليفل اوف ذا سيردوس راسك فيرتبرا ويطلع منه شق اسمه اوبليك فيشر. اوبليك فيشر هتبتدي من عند البوستيريور بوردر اوف ذا رايت لانج ويمشي اوبليك، هيمشي اوبليك لحد ما يقابل الانفيريور بوردر عنده نقطة تقع عند مستوى السكس كوستال كارتريج. ده البوستيريور، ده اللي هو مين؟ الاوبليك فيشر. الانتيريور بوردر، الانتيريور بوردر از انتربتد، از انتربتد بفيشر اسمه هوريزونتال فيشر. هذا الهوريزونتال فيشر بيبتدي من عند الانتيريور بوردر عنده نقطة تقع عند مستوى الفورس ريب، ثم يتجه باكوردز حتى يتقابل مع الاوبليك فيشر. يبقى الهوريزونتال فيشر هيقابل الاوبليك فيشر. وجود التو فيشرز الهوريزونتال من قدام والاوبليك من ورا هيقسمهم اللونج تيشو الى 3 لوبس، ابر لوب وميدل لوب ولور لوب. الابر لوب اللي يقع فوق مستوى الهوريزونتال فيشر، الميدل لوب اللي يقع بين الهوريزونتال فيشر من فوق والاوبليك فيشر من ورا والانتير بوردر من قدام. اما اللي بيقع بلو اند بيهايند ذا اوبليك فيشر بينه وبين البوستيريور بوردر والانفيريور بوردر فهو اللور لوب. دي كانت نبذه عن الشيب اوف ذا لانج شاملا الست بوينت الاساسيه. طب تعالوا نشوف البارتس اوف ذا ليفت لانج. هو بنفس الطريقه الليفت لانج بيراميدال شيبد اورجن، لو ايبكس از دايركتد ابوردز وبيس از دايركتد داونوردز بنفس الطريقه. اللي هو عندنا 3 بوردرز، انتيريور بوردر، انتيريور بوردر سين شارب اند اوبليك، بس الانتيريور بوردر شاهد حاجه ما شاهدهاش الانتيريور بوردر اوف رايت لانج، شاهد قطع، وجود قطع. هذا القطع هو قط على السيرفيس او على الايدج اوف ذا انتيريور بوردر اسمها كاردياك نوتش. مين اللي قطع الانتيريور بوردر هنا؟ وجود الهارت عمل قط نتش له جزء، هذا الجزء اسمه كاردياك نوتش. الانتيريور بوردر هيكمل طريقه وهيطلع لسانه للهارت ويعمل استراكشر اسمه لسان او اللينجولا، اللي هو امتداد الانتيريور بوردر من تحت مستوى الكاردياك نوتش. ده الانتيريور بوردر. بوستيريور بوردر سيك راوندد اند فيرتيكال، الانفيريور بوردر سين شارب اند سيركولار ويحيط بالبيز الريستنج على الديافرام. البوستيريور بوردر اوف ذا ليفت لانج تشهد ديسكونتينيوتي، قطع اسمه اوبليك فيشر، هيبتدي من عند البوستيريور بوردر عند نقطه تناظر الليفل اوف ذا سيردو ثوراسيك فيرتبرا وتمشي اوبليكلي لحد ما تقابل الانفيريور بوردر عنده نقطه تقع عند مستوى السكس ريب. هناك فيشر واحد بس في الليفت لانج هو الاوبليك فيشر، هيقسم اللانج تيشو الى جزئين اثنين، ابر لوب يقع اباف اند ان فرونت اوف ذا اوبليك فيشر ولور لوب يقع بلو اند بيهايند ذا اوبليك فيشر. ده كان البارتس اوف ذا ليفت لانج. السيرفيسز اوف ذا لانج لكل لانج 3 سيرفيسز،
اذا جينا كده نبص من ورا ادي الليفت لانج ليها 3 سيرفيسز. السيرفيس اللي من بره ده اسمه لاترال سيرفيس، وفي سيرفيس تاني من جوه ميديال سيرفيس، وله البيز اللي هي الانفيرور سيرفيس، وكذلك الرايت لانج. اللاترال سيرفيس الماركس عليه مش كتيرة، عليه بس في يوجد عليه لينير جروفز بتماثل الماركس اوف ريبس، اما البيز فهيكون ديبلي كونكيف على الناحيتين، لكن في الرايت لانج بتكون اكتر شويه. الميديال سيرفيس اللي فيه الكلام كله، الميديال سيرفيس اوف ليفت لانج هيتقسم الى ثلاث اجزاء. مين اللي هيقسمه لثلاث اجزاء؟ الهايلم. الهايلم اوف ذا لانج اللي هنتكلم عليه بالتفصيل هتقسم الميديال سيرفيس كله الى ثلاث سلي بارتس. بارت يقع انتيريور للهايلم اسمه ميدياستاينال بارت، ده مش انتيريور بس، انتيريور وسوبيريور وانفيريور. البارت الاخر اللي يقع ورا الهايلم اسمه ميدياستاينال بارت. يبقى الميديال سيرفيس هيتقسم لهايلم، فوقيه وقدامه وتحتيه ميدياستاينال بارت، بيهايند ات هنجد الفيرتيبرال بارت. الهايلم ده امتدده من تحت داون وورد بروتروجن، بيمثل البالمونري ليجمنت اللي هي التقاء الفيسرال بالباريتال بلورا، هتبقى عباره عن داون وورد برولونجيشن وهنتكلم عليه في وقته. اذا لما اجي اتكلم على الميديال سيرفيس لازم اتكلم على الميدياستاينال بارت والهايلم والفيرتيبرال بارت. طيب تعالوا نتكلم على، نبتدي اولا بالهايلم. الهايلم اوف ذا رايت لانج انا بحدد الاتجاهات الاربعه بتاعتي، سوبيريور عكسه انفيريور وانتيريور عكسها بوستيريور. عاوز اتكلم على الهايلم اوف ذا رايت لانج، الهايلم من ناحيه الشيب والبوزيشن والكونتنتس. انا ضفت كلمه اسمها روت اوف ذا رايت لانج او روت اوف ذا لانج. ايه الفرق بين الهايلم والروت؟ الهايلم هو ديبريسد اريا من اللانج تيشو تقع عند الميدل اوف ذا بوستيريور بارت اوف ذا ميدياستاينال بارت اوف ميديال سيرفيس. انما الروت اوف ذا لانج هي مجموعه الاستراكشرز اللي داخله في الهايلم، اللي هي البلاد فيزلز والنيرفز والتيوبز. يعني اذا قلنا ان واحد عنده قطعة ارض زرعها نخلة، قطعة الارض هتمثل الهايلم، والنخل المزروع في الارض هو الروت بتاع هذه الارض. اذا الهايلم هو جزء من نسيج اللانج تيشو، اما الروت اوف ذا لانج فهي الاستراكشر اللي داخل، استراكشرز اللي داخله وخارجه من اللانج تيشو. شكل الهايلم ايه؟ شكله ال شيب. البوزيشن بتاعه فين؟ يقع على الميديال سيرفيس في النص عند اتصال الميدياستاينال بارت بال فيرتيبرال بارت اوف ذا ميديال سيرفيس. الكونتنتس، ماذا يوجد بداخل الهايلم؟ يوجد بداخل الهايلم الاستراكشرز اللي هتكون الروت اوف ذا لانج، وتشمل الاتي: موست انتيريورلي هنجد فين كبير اسمه سوبيريور بالمونري فين قدام، وموست انفيريورلي انذر بالمونري فين اسمه انفيريور بالمونري فين، ونجد موست بوستيريور اند سوبيريور هنجد فيه ديفيجن من التو برونكاي اللي طالع من الرايت برونكاس اسمها سوبيريور لوبر برونكاس، يقولوا عليها اب ارتيريال، وهنعرف ليه سموها اب ارتيريال. وهنجد بلو زي سوبيريور لوبر برونكاس انذر لوبر برونكاس اخرى تقع بوستيريور اسمها انفيريور لوبر برونكاس او هيب ارتيريال برونكاس، وهنعرف ليه سموها دلوقتي الاسم ده. In between and in front of the two bronchi هنجد one artery اسمه pulmonary artery. يبقى دلوقتي عندي اتنين pulmonary veins، one pulmonary artery و two bronchi، واحدة فوق الارتري يسموها hip arterial، واحدة تحت الارتري يسموها hip arterial، والاتنين ورا الارتري. طيب دي الاستراكشرز الكبيرة. In between and behind the two bronchi هنجد small artery اسمه bronchial artery، هو المسؤول عن تغذية اللانج تيشو والبرونكاي بالارتيريال بلاد سبلاي، ونوجد بعض من البالمونري lymph nodes scattered along the hilum. ده كان الكونتنتس of the hilum of the right lung. الكونتنتس دي سموها الروت. طب ماذا عن الميدياستاينال surface of the right lung؟ الميدياستاينال
سيرفيس يعني ميدياستينال بارت اوف ميديال سيرفيس اوف رايت لانج. هذا عليه اختام ده الهايلم. الميدياستينال سيرفيس يعني ميدياستينال بارت اوف ميديال سيرفيس اللي هو الجزء من الميديال سيرفيس اللي يقع اباف ان فرونت اند بلو ذا هايلم. هو عبارة عن اختام لاشكال كل الاورجنز اللي دايركتلي ريليتد لللانج دايركتلي ريليتد للميديال سيرفيس. فهنجد اول اورجن بيختم شكله اسمه كاردياك امبريشن وبيمثل امبريشن. هو عبارة عن امبريشن يعني خدمة يمثل الرايت اتريوم اوف ذا هارت ويقع بلو اند ان فرونت اوف ذا هايلم. طيب داخل فيه من تحت السوبيرو فيناكيفا هيضع ختمه الامبريشن بتاعه يعمل جروف للانفيرو فيناكيفا اللي كان دخل فيه الرايت اتريوم. ومن فوق السوبيرو فيناكيفا هيعمل امبريشن ان فرونت اوف ذا هايلم وداخل في الامبريشن بتاع الرايت اتريوم. امتداد الجروف في السوبيرو فيناكيفا كان انظر جروف لوريد اخر اسمه رايت بريكيو سيفاليك فين. دي كانت ايه اربع امبريشنز ريليتد للهارت. من ورا الهايلم كان جاي الازيجوس فين هيعمل له جروف بيهايند ذا هايلم. ده احنا ده كده دخلنا في الميدياستاين في الفيرتبرال بارت بس ايه ده له علاقه بالميدياستاينال. شوف هيعمل ايه هذا الجروف فور ازيجوس اباف من بيهايند يمشي اباف ذا هايلم ويعمل ارش اسمه ارش اوف ازيجوس فين هينتهي في الميدل اوف ذا باك اوف سوبيريور فينا كيفا. مش احنا قلنا الميدياستاينال بارت هو قاعد ورا قاعد اباف وان فرونت وبيلو ده جاي له من اباف ذا هايلم بس كان في الاساس الازيجوس كان ماشي ورا الهايلم انما الارش بتاعه ماشي فوق الهايلم. فوق الارش هنا هنلاقي ثلاثه تيوبس تو ريجيد تيوبس واحده فيهم كارتليجنس والتاني فيهم كانت ماسكولر. التيوب الكارتليجنس اللي هي التراكية فنجد جروف فور ذا تراكية هنجده يمشي ورا الجروف اللي بتاع البريكوسيفاليك والسوبيرو فيناكيفا. ورا التراكية في جروف اخر جروف ماسكولر تيوب يمثل الاسوفيكاس. الاسوفيكاس الجروف بتاعه هيطبع شكله على جزء من ميديا ستانلا سيرفس اباف ذا هايلم وبيهايند ذا هايلم وبيلو ذا هايلم ان فرونت اوف ازيجوس فيه. هناك بعض النيرفز ريليتد فهنجد في الرايت فرينك نيرف ماشي على الرايت سايد للفينوس امبريشنز اللي خدمة اشكالها على الميدياستينال سيرفيس اللي هو الرايت فرينك نيرف هيمشي على الرايت سايد اوف ذا بريكيوسفالي جروف على السوبير فينا كيفا جروف على الكاردياك امبريشن على الجروف انفيرور فينا كيفا. وهناك نيرف اخر اسمه الفيجاس نيرف يمشي على الرايت سايد اوف ذا تراكية. طيب دي كانت اهم impressions related للميدياستينال part of medial surface of right lung. طيب هنيجي نشوف شكلها على الطبيعة. ده كان الهايلم of right lung اهو. ادي كانت عندي ادي البرونكاس باجزائها الهيب arterial والهيب arterial. ده كان البلمونري ارتري وده برانش تاني منه ده عندنا كان تيوب واحده اتقسمت لنصين ثم الانفيريور بلمونري فين والسوبيريور بلمونري فين ثم بقيه الامبريشن. ادي الكارديك امبريشن ان ريليتد للرايت اتريوم. ادي الجروف اللي ريليتد للانفيريور فينا كيفا داخل في الرايت اتريوم وده الجروف اللي ريليتد للسوبيريور فينا كيفا وامتداده من فوق الجروف اللي كان ريليتد ل البريكوسيفاليك فين. هنا ده كان الجروف اللي ريليتد للازيجوس فين امتداده من فوق ده كان الجروف اللي بتاع الارش اوف ازيجوس اللي صب فيه السوبيريور فينا كيفا. ده كان جروف ريليتد للتراكية وده جروف ريليتد للاسوفيكاس. الاسوفيكاس هيمشي اباف ثم يمشي بيهايند ثم يمشي بيلو ذا هايلم. طيب اذا جينا نبص للرايت لانج من السايد يعني ده واحد احنا بصين من جنبه اليمين بعد ما قطعناه. ادي هنا عندي السوبير فينا كيفا وادي الازيجوس والازيجوس عامل ارش حوالين الروت اوف ذا مين حوالين الروت اوف ذا لانج. ادي الازيجوس فين
عامل قرش وداخل في الباك اوف ذا سوبيريور فينا كيف. طيب ماذا عن الميديال سيرفيس اوف ذا ليفت لانج؟ هنقسمه بنفس الطريقه لثلاث اجزاء زيه زي الرايت لانج. دي الليفت لانج. الثلاث اجزاء دول اللي كان هيقسمهم الهايلم، الميدياستينال بارت والفيرتبرال بارت بينهم الهايلم اللي ده نون وورد برولونجيشن من البلوله المغطيه اسمها البالمونري ليجامنت. ده كان شكل او اجزاء المختلفه المكونه للميديال سيرفيس اوف ذا ليفت لانج. هناخد الميدياستينال بارت وناخد الهايلم ونتكلم عليهم تفصيلا. الهايلم اند روت اوف ذا ليفت لانج شكله اللي شيب، البوزيشن بتاعه في نفس المكان، في الميدل اوف ذا بوستيريور بارت، ميدل اوف ذا بوستيريور بارت اوف ذا ميدياستينال سيرفيس اوف ليفت لانج. الكونتنتس بعد ما حددنا الابعاد الاربعه بتاعتنا هنجد الموست انتيريور، الموست انتيريور سوبيريور بالمونري فين، الموست انفيريور انفيريور بالمونري فين، الموست سوبيريور هنجد البالمونري ارتري وده واحد بس، انا عندي 2 فينز وان ارتري، والموست بوستيريور هو البرنسبل ليفت برنسبل برونكاس. طيب عندي بعد كده فوقيها 2 برونكيال ارتريز وبرونكيال ليمف نودز. اذا قارنا الهايلم اوف ذا ليفت لانج بالهايلم اوف ذا رايت لانج هنجد الاختلافات الاتيه. هيوجد 2 برونكاي في الرايت لانج 1 برونكيال ارتري، انما هنا في الليفت لانج 1 برونكاس و2 برونكيال ارتريز. كان الزياده اللي هنا يعني لو تخيلنا ان دي الرايت لانج كنا نحط برونكاس واحده من هنا وهنشيل واحد من البرونكيال ارتريز تبقى الرايت لانج، انما الاختلاف الليفت لانج فيها برونكاس واحده، الرايت لانج فيها 2 برونكاي، الليفت لانج فيها 2 برونكيال ارتريز، الرايت لانج فيها 1 برونكيال ارتري. الميدياستينال سيرفيس اوف ليفت لانج هي اختام للاورجانز اللي دايركتلي ريليتد تو ذا ميدياستينال بارت اوف ميديال سيرفيس اوف ليفت لانج اللي هو الميدياستينال سيرفيس. فنجد اول امبريشن هو ختم للليفت فنتركل، هيسموه كاردك امبريشن ريليتد تو ذا هايلم من ان فرونت اند بلو. طيب طالع منه الارش اوف اورت، الارش اوف اورت عامل جروب ابف ويمشي بهايند ذا هايلم، قارن بينه وبين الجروف بتاع الارش اوف ازيجوس، وهينزل معاه من تحت جروف اخر هيمشي بهايند ذا هايلم للديسيندنج اورتا، نقارن بينه وبين الجروف اوف ذا ازيجوس على الرايت لانج. طيب هيطلع من الارش اوف اورتا 3 برانشز، 2 منهم هيعملوا اختامهم على الليفت لانج. الختم الاولاني للليفت كومن كاروتيد بقى جروف اوف ليفت كومن كاروتيد، والختم الثاني للليفت سب كليفيان ارتري، ده قدام الليفت كومن كاروتيد وورا الليفت سب كليفيان. ان بتوين ذيس تو ارتريز هنجد تو نيرفس، واحد جاي من قدام راجع ورا، ورا مين؟ ورا الهايلم اسمه الليفت فيجاس، والتاني جاي من ورا طالع قدام، اللي جاي من ورا رايح قدام هو الفرينك نيرف، الاثنين مع بعض بيعملوا كروس عند الارش اوف اورتا، الفرينك نيرف يطلع يمشي قدام على الليفت فنتركل والفيجاس يمشي ورا، ورا الهايلم اوف ذا ليفت لانج. الا ان في النهايه لسه الاسوفي التراكيه، التراكيه تعمل التيوب، تيوب ماشيه فيرتيكال ابف ذا هايلم وماشيه ورا الليفت كومن جروف فور ليفت كومن كاروتيد. واخيرا هنجد الاسوفيجاس، الاسوفيجاس هيعمل جروف هيمشي ابف، هيمشي بيهايند، هيمشي بلو مين؟ الهايلم اوف ذا ليفت لانج. الله، اذا قارنا ده بالدياجرام بتاع الرايت لانج هنجد ان الاسوفيجاس هيعمل اختامه على ليفت لانج ونفس الامبريشنز هيعملها على الرايت لانج. ده ليه؟ لان الاسوفيجاس ماشي كورس، ما هوش ستريت، ماشي كورس ويفي، يعمل اختام مره يحصل له يعني يحصل له تلت على الرايت سايد ومره يحصل له تلت على الرايت سايد على الليفت سايد، فيعمل اختامه على الرايت لانج والليفت لانج. طيب الميدياستينال سيرفيس اوف ليفت لانج من خلال صوره طبيعيه، ادي الهايلم، ده البلمونري ارتري، موست سوبيريور
ادي البرونكاس موست بوستيريور، البلمونري فينز ده الانفيريور بلمونري فين موست انفيريور، وده السوبيريور بلمونري فين وهو موست سوبيريور. ادي الكارديك امبريشن اللي هو ريليتد لليفت فنتريكل، وهنا ده امبريشن فور جروف الارش اوف اورطا، وكان طالع فيه عندي تو برانشز، واحد لليفت كومن كاروتيد مش باين هنا، والتاني لليفت سب كليفيان، وفي هنا جروف للتراكيه وراها جروف للاسوفيجاس. الارش اوف اورطا هيعمل لي جروف هينزل بيهايند مين؟ هينزل بيهايند ذا هايلم. اذا جينا بصينا للميديا ستاينال بارت of left lung من left side، يعني بتاع واحد قطعنا جنبه الشمال، فلقينا عندنا مين؟ لقينا عندنا الهايلم of left lung، وادي الارش في اورطة، وادي الديسندنج اورطة، وادي بعض من البرانشز اللي هي طالعة من الارش في اورطة، ده الكومن كاروتيد وده السب كليفيان ارتري.